دي ست مفتريه هو بتتبلى علينا يا ميشو. بس مش ميشو، اسمي مستر محمد. بعدين انت تخلص خالص، انت السبب في الموقف الزباله اللي كلنا فيه دلوقتي. والله العظيم يا مستر انا رحت، انا عايز اعرف انت ايه اللي وداك هناك من اصله. انت مش قلت انا مش رايحه وعندي ظروف؟ انا اتفقت ان انا اروح لما عاطف اتكسر. ده مش عذر، عاطف اتنيل اتكسر تبلغوني وانا اتصرف، انما تتصرفوا من دماغكم بالشكل ده، ده يبقى تهريج. بعدين مني امتى وانت ليكي في الشعر؟ رايحين تجربوا في عام زبون عندي. الحكايه بسيطه يا وليس، ما تعملهاش اليوم. لا يا عاطف، الحكايه مش بسيطه، دي غلطه وغلطه كبيره. يلا يلا يا نسمه، مش عايز اشوف وشك تاني. يلا نسمه بس كده يبقى ظلم وحرام يا ميشو. برضه ميشو؟ طب لو اتكلمت تاني هتحصلها انت كمان، فاهم ولا لا؟ نسمه هنا بتعمل ايه؟ ابدا يا مدام، انا كنت بطمن على حضرتك. طمني عليا يا حراميه. حراميه؟ حراميه ايه يا مدام؟ والله ما مديت انتي على حاجه، هتتفضلي فتشين؟ اخرسي خالص وخليكي عندك، ما تتحركيش لحماوتك. عويس الحقني يا عويس، اطلع لي حاله يا بنت. انطقي، في ايه؟ مفيش يا ماما، شويه مشاكل في الشغل. مشاكل ايه يعني؟ مستر محمد مش شاري من المحل. ليه يا نسمة؟ عملتي ايه عشان يمشيكي؟ ما تتكلم يا عاطف. بصراحة يا ماما عاطف، وبعدين؟ مشكلة كده حصلت مع زبونة. لا، شكلكم كده مخبيين عليا حاجة. طب تعدموني لو ما قلتوا في ايه؟ سؤال اعدامك ده ايه؟ ألف بعد الشر عليك، لأن الفردتين اللي عندي طاروا. أنا هقولها على كل حاجة يا نسمة. عاطف، أقسم بالله لو كلمت بعرفك تاني. سيبك منها يا عاطف، قول لي يا حبيبي في ايه؟ حصل ايه؟ احنا رحنا عند مرات عمها النهارده. رحت عند مرات عمها؟ وايه اللي وداك؟ كانت طلبانه في شغل كده. يا نسمه اخص عليك، تروح للوليه بنت القرعه دي حد بيتها؟ ده اطول شعرها عندها قد كده، ومركبه كله شواتير شواتير شواتير. انا مش في شعرها دلوقتي. ايه يا بنت اللي وداكي هناك؟ انا قلت لك يا عاطف اني مش عايزه اروح. ده اكل عيشنا شغلنا يا نسمه، هشرحين نشحت. وعملت معاكوا ايه يا عاطف؟ قول لي يا حبيبي. عملت فينا اللي ما يعمل يا ماما. طب ما رحتش المخفى عمك ليه يا بنت وقلتي له؟ عمي ايه يا ماما؟ عمي شافني ومعرفنيش اصلا. طول عمره واطي. اسمعي انت وهو، اوعوا تجيبوا سيره رضا انكم رحتوا هناك، احسن ده يهد الدنيا. خليه حبة قلبي في اللي هو فيه، وانا هتصرف. انا؟ ده انا بعتبرها زي امي، ده انا قاعده تحت رجلها ليل نهار وسهرانه على خدمتها. بقى تسرقن انا؟ طب ما انا لو عايزه اسرقها ما كنت خدت الخاتم الالماظ اللي كان ضايع منها. ده انا قلبت لها البيت فوقيه وتحتيه لحد ما جبته واديته لها في ايديها، وشخرتني قالت لي تسلمي يا سعديه وتسلم ايديكي. حصل ولا ما حصلش يا مدام؟ حصل. شفت؟ وقعدت تبصني وتحضني وتقول لي انت زي بنتي واكتر. حصل ولا ما حصلش يا مدام؟ حصل. دي بتنطور حاجتها ودهبها في كل ناحيه يا عم عويس، وانا بفضل اقعد الم وراها واحط لها دهبها في الشكمجيه كل مره. وانت ايه بس اللي دخلك عليها الاوضه وهي نايمه؟ انا بدخل عليها كل يوم اطمن، اشوفها لو عايزه تتغطى ولا لو في هدوم مكركبه الاوضه علقها مكانها، عشان ما تصحاش تلاقي الاوضه مكركبه وتتضايق. النهارده بقى بالذات وانا معديه من جنب الاوضه سمعتها بتنازع، خفت عليها، قلت اما ادخل اطمن لا يكون فيها حاجه، لقيتها بتحلم، تقوم تصحى من النوم تطلعي حراميه. حراميه يا ناس؟ حراميه؟ ليه الظلم بس ليه؟ ده حتى حرام والله. خلاص يا سعدية ما تزعليش. لا معلش، خلاص يا مدام، شيل ده من ده ارتاح ده عنده، ولا هتصل بالرضا دلوقتي يجي ياخدني، انا مش مكمله شغل مع حضرتك. ما خلاص عادي يا سعدية، امال ما الهانم اعتذرت لك، يعني بتحبك وبتعتبرك زي بنتها. يلا خشي نامي والصباح رباح. يلا بقول لك يا استهانة، البت دي غلبانه وما بتعملش حاجه غلط، وبصراحه انا ما صدقت لقيتها، يعني لو مشيت مش هعرف اجيب لك غيرها. اها يا حلو الطفح، يا حلو الطفح، يا حلو الطفح.
فيها يا ماما مالك؟ شكلك مش عاجبني، انت متضايقه من حاجه؟ لا مفيش، اصل اختك سابت الشغل. وبعدين يا ماما احنا قلنا ايه؟ انا معرفش اخبي حاجه عن رضا، صاحب المحل زعق معاها ومشاها. طب وايه يعني؟ ولا يهمك، انا اصلا قايل لنسمه اوعي تخلي حد يضايقك وتسكتي له، اي حد يزعلك تلم حاجتك وتروحي على البيت على طول. كرامتها اهم حاجه يا حليمه، لا حد بياكلنا ولا حد بيشربنا. ربنا يجازي بقى اللي كان السبب. وانت يا سبع البرومبه ما عملتش حاجه للراجل اللي زعق لنسمه ده؟ انا ما نمتش طول الليل يا ابي رضا. ايوه يعني ما عملتش حاجه. انا اليوم كان ادخل المحل الا ونسمه في ايدي، يا اما هاتنين نشتغل يا اما هنسيبها وتضرب تقلب وتولع بقى زي ما هي. اه انا دلوقتي راجل كوافير قديم وليا اسمي، الزمان بييجوا يسالوا عليا بالاسم، بيقولوا عاوزينك يا ميسي وعاطف. كل يا عاطف وانت ساكت وبلاش الحمقه الكدابه دي. انا اليوم كان اسكت يا ماما، اسم صاحب المحل يعرف ان الموضوع مش مشكله زبونه، دي مشكله قديمه. مشكله قديمه؟ مشكله قديمه يعني ايه؟ ما تبس بقى يا عاطف، ما تشغلش بالك يا حبيبي، دي حوارات بتاعتهم في الشغل. بس انت عارف عاطف اصله غاوي رغي. لا هو من ناحيه غاوي رغي فهو غاوي رغي، بصراحه انا مش رايق له. يلا اهم حاجه بس انت قولي لنسمه ما تزعلش نفسها. رايح فين يا حبيبي؟ طب كمل اكل. لا يا دوبك بقى الحق المستشفى لحسن العيون كلها بقت عليا اليومين دول. ربنا معاك يا حبيبي. انت ما تعرفش تسكت ابدا. انا برضو. صباح الخير يا سعديه. صباح الخير يا هانم، حضرتك صحتي بدري يعني النهارده؟ على العموم الفطار جاهز وناقص بس السلطه، لحظه وتبقى على السفره. طب قبل الفطار عايزاكي تنزلي تجيبي لي الدواء ده. طب ما نتصل برضا لما يروح الصيدليه يبعته لنا. ما ينفعش، انا لازم اخد منه حبايه بعد الفطار على طول، ولقيت العلبه خلصانه. طيب حاضر. عينيا.